لهم مغفرة وأجر عظيم. فعطاؤه في مقابل العمل سميه أجر ويسميه جزاء، وله عطاء هما بدون مقابل، والعطاء فضل بدون مقابل. فعطاء الحق أنواع، باب العطاء من رب العالمين له مراتب وأنواع كثيرة. والحاصل فهلا نحن خلينا مع الأجر، نفهم معنى الأجر العظيم. والخير مفهوم لا بده تطويل كله على بعضه، كله لا خير، وهو لازم يفهم القرآن. والله القرآن ما هو عبارة عن حكاية هو، ولا هو عبارة عن قصة يعني هيك مر هيك وتسرع، لا، كل كلمة تحت معاني، بل لو دققت كل حرف تحت معاني. والله تعالى أشار لك في القرآن إشارات هام، القرآن يفهم حرفا وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة، ويفهم كلمة كلمة، ويفهم كلمات كلمة أي جملة، ويفهم جملة ويفهم تفصيلا. ففي حرف شلق نفهمه يقول لك قاف صاد نون، يعني إلى معنى. إذا كنت عاقل تفهم، إذا كنت فهيم تفهم. قال والله لازم نفهم، قل له صور منه يفهمك جل وعلا، عم بيعرفك إنه أنت محدود، مو كل شيء عم تصل إليه، لكن في هون معاني كبيرة لازم تفهمها إذا كان عندك فهم. قال خير أنا عندي شهادات كبرى، العالم كله ما بتكفي، هذا كله حكي. والله إذا ما الله فتح لك وعطاك كما قال ففهمناها سليمان، وقال سيدنا علي الله رضي عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فمفاتيح المعاني القرآنية فهم من الله، هذا هو الحق والحقيقة. وقد فتح الله على أنبيائه وأوليائه والصديقين والعارفين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم أجمعين.